السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا اسمي عبد الرحمن زاهر، وده فيديو ممكن يساعدك ولو بنسبة بسيطة في تطوير النفس. الأفكار اللي في الفيديو ده بعضها مستمد من كتاب العادات الذرية لجيمس كلير. تابع معايا. لو عايز تكتسب عادة جديدة وفي نفس الوقت مفيدة، زي مثلا القراءة أو حفظ القرآن أو تعلم حتى اللغة الإنجليزية، فلازم تلجأ للروتين، وده أفضل حل ليك. طيب جميل، إيه هو بقى الروتين ده؟ بص يا سيدي، الروتين هو فعل يتكرر بشكل أوتوماتيكي يوميا وبدون تفكير أو مجهود، زي مثلا شرب الشاي أو القهوة أو السجاير أو تسريحة شعر معينة بتعملها كل يوم. فأنت دلوقتي هتقولي أيوة، طب انا اعمل ايه دلوقتي؟ ستيب نمبر 1، الخطوه الاولى، ودي اهم حاجه ولازم تهتم بيها كويس جدا، وهي انك اول ما تصحى من النوم مباشره وانت لسه على السرير بتاعك، ده اذا طبعا كنت بتصحى من النوم الصبح مش زي الخفافيش، هتقول لنفسك الاتي: انا هعمل السلوك كذا في الوقت والساعه كذا في المكان كذا. يعني مثلا انا هقرا النهارده 20 صفحه من كتاب كذا الساعة 7 مساء على المكتب، أو زي ما تقول لنفسك: أنا هحفظ النهاردة سورة كذا من المصحف الساعة 5 مساء في البلكونة. وعلى كده بقى كل يوم. بس أكيد جدا ومتوقع جدا إنك هتزهق أو هتمل، ولو ما عملتش الاتنين دول فأنت هتسوف. طب تتخطى النقطة دي إزاي؟ بسيطة يا عزيزي، الكتاب اللي انت هتقرأ منه، بدل ما تقرأ منه 20 صفحة، وده طبعا ممكن في الأول يبقى بالنسبة لك معدل عادي جدا، لكن مع مرور الوقت هتحس ان ده عدد كبير جدا من الصفحات، ممكن تخليهم صفحتين اتنين بس، بشرط انك لازم تعمل الموضوع ده كل يوم. او بدل ما تلزم نفسك انك تحفظ صورة كل يوم من المصحف، ممكن تلزم نفسك بصفحة واحدة بس. يعني زي ما بنقول كده، بتخفف الحمل عن نفسك الإنسانية عشان الموضوع يبقى كويس وسلس معاك في الأول وما تزهقش بسرعة. وعايزك تلاحظ وتركز كويس جدا إن الهدف دلوقتي مش هو الكم، بل هو الالتزام. الهدف هو الالتزام، وهو إنك لازم كل يوم تقرأ، وإنك كل يوم تحفظ قرآن حتى ولو كانت صفحة واحدة من القراءة أو صفحة واحدة من الحفظ. هو ده الهدف، إنك تستمر وليس إنك تحصل. واللي أنا بكلمك فيه ده هو توضيح لمقولة: قليل دائم خير من كثير منقطع. وكفاية عليك كده علشان ما تقلش عليك. بس كده، لو عجبك الفيديو ممكن تسيب لايك، واستنى فيديو جديد. سلام.